أولا بهذه المناسبة، مناسبة الذكرى السادسة لتشكيل المقاومة الوطنية الذي كان قصب السبق فيها لفخامة النائب طارق محمد عبد الله صالح، الذي قام بتشكيل هذا المكون المدني والعسكري المتمكن وتمركز في الساحل الغربي. كان هذا المكون إضافة نوعية للقوات المسلحة اليمنية بشكل عام وللمقاومة الوطنية في كل الوطن للدفاع عن كرامة الشعب وللدفاع عن سيادته وللدفاع عن شرعيته الوطنية. وقد بدأت منذ وقت مبكر عام 2015، ثم توالت عليها كثير من المكونات، كان أهمها المقاومة الوطنية. كانت رافدا قويا، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تتكون بسرعة وأن تخوض معركة وطنية، استطاعت مع بقية المكونات أن تصل إلى إسقاط مدينة الحديدة، وكانت قاب قوسين أو أدنى من إسقاط هذه المدينة الاستراتيجية، إلا أن التدخلات والوساطات الدولية حالت دون استكمال تحرير هذه المدينة، واضطرت إلى العودة إلى مكان فرضته اتفاقية ستوكهولم. لكن هذه المقاومة بحد ذاتها تتمتع بالانضباط وبالقوة وبالثبات، ويعني لم نشعر في يوم من الأيام أن هذه المقاومة كانت إرباك على أي مكون من المكونات الأخرى، واستطاعت أن تحقق كثير من الإنجازات خلال فترة وجيزة. استطاعت أن تحقق تواجدها على الأرض وأن تحرر كثير من المناطق وأن تبني كثير من المنشآت الحيوية والاستراتيجية في المنطقة. كلنا على موعد مع تحرير اليمن، كل اليمن، وعودة سلطته الشرعية إلى العاصمة صنعاء، ولكن لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالتحام كل هذه المقاومات في داخل المناطق المحررة وخارجها في مناطق الميليشيات الحوثية، حتى نستعيد بلدنا وسيارتنا ووطننا الحبيب وما ذلك عنا بعزيز. كل المكونات في إطار الشرعية، كانت مكونات عسكرية، مقاومة وطنية، أو مكونات سياسية، أو أي ألوان طيف أخرى، ندعوهم في هذا الوقت بالذات إلى أننا في أمس الحاجة لوحدتهم، وإلى أن تكون كل هذه المكونات موجهة سلاحها وسياستها وثقافتها وإعلامها باتجاه عدو واحد، هي الميليشيات الحوثية، الذي نراها تعبث اليوم بأمن واستقرار وشعب وسمعة اليمن داخليا وخارجيا. ونحن نرى يعني ما الذي يجري اليوم في البحر الأحمر، ونرى ما الذي يجري في مناطق سيطرة هذه الميليشيات. نشعر أن هذه المقاومة الوطنية وهذه المكونات العسكرية والسلطة الشرعية إذا ما تآزرت ووقفت والتحمت جميعها في اتجاه واحد، سيعجلون بتحقيق النصر. نحن واثقين من ذلك ونرى ذلك مثل ما نرى الشمس في رابعة السماء. عمره 60 سنة، والله بالدوام عمره إلا بس حجة يعني، وعمره هذا اللي مقصد عني لله. أنا خلاص أنا قدني قحم معنا حق النفع والحق لبسمه، ولكن ماشي يعني خط، كل ما يروح الواحد يعني يرد له، ولا بدنا والله بالعمر احنا محل بدنا بالعمر على طول صار 60. يقارب من 7000 رجل وامراه اكثرهم كبار في السن يتمنون ان يعتمروا او يحجوا محاصرين. نناشدهم جميعا ان يوجدوا لنا منفذ باي طريقه. الناس لا يدون من احد فضل، بعضهم يجمع، والله هذا شيء قبل قليل الان جمع 7000 يدون يحج، ما حصل طريق يفكر يقول الى تعز ويعتمر من هناك ويحج ويتعب على البحر. هذه الخيام من العاصوف بالليل البارح،
تهر يا ساتر. بعد بعد فعاليات في محافظة مأرب والتي تقوم بها جمعية الأقصى وكل من هو في محافظة مأرب دعما ومساندة لأخواننا في غزة. فمحافظة مأرب منذ انطلاق طوفان الأقصى هي مساندة لهذه القضية ولطوفان الأقصى ومساندة للقضية الفلسطينية، وستظل مساندة للقضية الفلسطينية بجميع الوسائل ومن ضمنها هذه الفعالية التي أقيمت اليوم هنا في ملعب مأرب. شباب مأرب يرى أن القضية الفلسطينية القضية الأولى والقضية الأم، بالرغم ما يجري هنا على أرض اليمن وفي هذه المحافظة من مواجهات، إلا أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى التي لا يمكن أن نتخلى عنها، والتي بدورنا كشباب سنظل ندعم هذه القضية بكل ما نستطيع من قوة مالية ومن يعني خطاب إعلامي وجماهيري، فهي قضيتنا الأولى ولا يمكن أن نتخلى عن هذه القضية الفلسطينية مهما كانت الظروف التي نواجهها. منذ 6 أشهر من اليوم الشعب اليمني يوصل رسالة كبيرة، سواء في أفراحه وفي أحزانه، في فعاليات الرياضية، في فعاليات الثقافية، يوصل رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، مع أخواننا في غزة، في قطاع غزة. هذا ما أقل القليل أن نعمله، يعني نحن قادرين كشباب أن نوصل رسالة بالهتافات، بالدعم المعنوي، الدعم المادي. فيعني هذا تعتبر شيء يحسب للشباب.
مش حاب احكي للعالم ولا حدا اشي خالص، لانه هذا عظم عالم ظالم، عالم كافر بكل قيم الإنسانية والأخلاق، لا يفهم إلا لغة القوة. ضربوا عليهم صاروخ، ليش ايش عملوا الاطفال؟ ايش عملوا؟ هذا اللي بده اياه نتنياهو والعرب؟ هذول اللي بدهم اياه؟ هيك بدهم؟ هذا اللي بدهم اياه؟ هذه الاهداف الصهيونيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نايمين امنين يا ويل عليهم، نايمين امنين. حسبنا الله ونعم الوكيل، 9 شهداء كلهم اطفال ونساء. ايوه شفت عينك. صار الانفجار الاول ولحقوا بالثاني، تمام؟ الناس الموجودين في البيت مع حمل هواء والسطوح كلهم وقعوا على الشارع والردم فوقيهم، لقينا الاطفال والجثث في الشارع مرميه وفوقيها الردم، يعني لدرجه انه طار اللي فيه امراه وطفلين صغار لقيناهم موجودين هنا، طاروا من دار هذه تاع درب رأفت على دار درب خالد من صيدي، تمام؟ لقيناهم هنا، مره راسها مقطوعه. هذا اجرام دولة، هذا ما فيش دولة في العالم بتعمل الاجرام هذا، لا في سوريا ولا في العراق ولا في اوكرانيا، صار اللي بصير هذا، عمره ما صار في التاريخ هذا الشيء، اجرام دولة منظم هذا.